حملة أمية مصر حملة متخصصة في دعم وتطوير الحرف اليدوية والتراثية. بقالنا 5 سنين نظمنا حوالي 20 معرض، عملنا مهرجانات في التدريب، كان منها كتير مهرجانات تدريب مجانية، ضربنا عدد كبير جدا في المهرجان، وصل أكتر من 10,000 شخص، لأن احنا عملنا 5 مرات في مهرجان، منهم يعني 6,000 متدرب في مهرجان واحد، كان 7 أيام وكان 50 ورشة. فدايما الحمله بتسعى ان هي تخلي الناس تقدر تفتح باب رزق. موضوع الاكسسوري هو اللي انتشر كتير، بس الصياغه كصياغه حلي لا، ما بقتش منتشره قوي، لان في ناس كتير لما بتدخل في المجال بتلاقي الموضوع فيه خطوره، انا هتعرض لنار، انا هتعرض لكيماويات، تلميع، جلي، مش عارف ايه، فبتلاقي لا الموضوع اكبر مما كانوا متخيلين، فبيتراجعوا تاني لموضوع الاحجار والاكسسوري بس، يعني بيقتصر على كده. لكن اللي بيستمر فيه كصياغه قليلين برضو، يمكن هي الرجالة اللي شغالين فيها أكتر. بدأت أظهر في المعارض وفي التدريبات كتير، فبدأوا الناس يتعرفوا على فكرة إن في حاجة اسمها نسيج، مش بس نسيج كليم اللي احنا متعرف عليه كمفروشات، لا ده ممكن خيط الكليم أعمل منه منتجات تانية. عملنا منه بورتفاهات، وعملنا منه معلقات، وعملنا منه وحدات شنط، وعملنا منه وحدات مطبخ ومفارش بكل انواع الاحجام، مشايات على حسب حجم النور بتطلع القطعه واخراجها. فن الديكوباج ده فن جميل جدا جدا جدا، من قديم الزمن، كان في الصين وفي فرنسا، انتشر عندنا في مصر هنا مش من مده طويله قوي، انا بشتغله تقريبا من 7 سنين. بيشتغل عن طريق المناديل الكلينكس اللي هي بتاعت اعياد الميلاد اللي مرسوم عليها الاشكال، وابتدى يتطور مع الوقت. احنا كمصريين بنحب نبتكر، ابتدى نشتغله بالA4 ورق التصوير بس بالليزر، بس الورقه بتتلزق بطريقه بحيث ان هي ما يبان لهاش ارتفاع ولا شكل، فابتدت تدينا اشكال. اليوم اللي ما بشتغلش فيه ديكوباج بحس ان انا في حاجه مش موجوده، ناقصه، فهو لا لي وصبيان وبنات على فكره، مش بنات بس. كميه البنات اللي معانا اللي فعلا بتشتغل في البيزنس كتير جدا من خلال الحرفه اليدويه اتعلموها معانا، وبقى عندهم دلوقتي براند والمشروع بتاعهم كبر، وكتير من محافظات مش القاهره بس.